يساعد فيتامين بي 5 على تحليل الدهون والكربوهيدرات وتحويلها إلى طاقة، بالإضافة لأنه يساعد في التمثيل الغذائي للبروتينات. وله العديد من المصادر كاللحوم، الدجاج، الكلى، الكبد والحبوب الكاملة، والبقوليات كالعدس وفول الصويا ومنتجات الألبان وبعض الخضروات. ومن فوائده الصحية يرطب البشرة ويساعد على شفاء الجروح التي تصيب الجلد، كما يمكن أن يقلل من مشكلة حب الشباب. يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.